هذه بدلات الغواصين الذين يستعملون الزورق المطاط تفجير السفن الدولية. بعض الأدوات تم في نفس المنزل الذي كانوا يستخدمونه مجرا للبحرية، هذه المكاين يستخدمون منازل المواطنين داخل مدينة الحديدة سكنات عسكرية ويهجرون أصحابها. وهذه الغم الذي يستخدموها في البحر لتفجير الزوارق وتفجير الناس وتفجير هذه الغم بحرية، هذا الغم بحري هذه وهذه يستخدموها عبوات يحولوها الى عبوات ناسفه هذه الاسطوانات هذه صار من الذخيره هذه ملازمهم التي يتخذونها بديلا للقران الكريم تربيط بحري للميليشيات الحوثية في يستخدمونها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية. وهذه قتلاهم أطفال في عمر الدهور يجمعون الذين محارق الموت. هذا عبد الرحمن حلمي ابراهيم حسن ناجي لا يتجاوز عمره 10 أعوام. حق البحري؟ ايه خلاص تعالوا ضروري كذا ايوه من داوود يا بس.